قل لباغ نال منه مشرعا فينا مداه هل يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه أقزم تبت يداه حاربوه يا عداه كلنا اليوم فداه واسمعوا نبض قلوب يبلغ الكون صداه حاربوه يا عداه كلنا اليوم فداه واسمعوا نبض قلوب يبلغ الكون صداه قل لباغ نال منه مشرعا فينا مداه هل يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه أقزم تبت يداه. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وإخوانه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة شرح برنامج جي إن إس 3. النهاردة إن شاء الله معنا حلقة يعني مش هنقول واقعية 100%، هي واقعية 70%، حلقة الباسورد ريكفري بتاعة الراوتر. في الواقع يا جماعة لما بنيجي نعمل باسورد ريكفري للراوتر مفروض ان احنا بنخش على مود الرومون. الرومون اللي هو السيستم الباك اب اللي هو بيبقى موجود في الروم، بيبقى سيستم كده بسيط جدا لو مفيش عندك اي او اس مثلا او نسيت الباسورد تقدر عن طريقه ان شاء الله تعمل باسورد ريكفري. ولازم يكون ليك فيزيكال اكسس على الراوتر ذات نفسه، يعني ما ينفعش مثلا تعمل العمليه دي وانت بعيد عن الراوتر او تعملها ريموتلي، تمام؟ لازم يكون ليك فيزيكال اكسس على الراوتر، تمام، عن طريق الكونسول كيبل. طيب اما بالنسبه للجي ان اس 3 فعمليه الباسورد ريكفري مش واقعيه 100%. ليه؟ لان احنا ما نقدرش نخش على الرومون من خلال الجي ان اس 3، تمام، لان مفيش زرار الباور اللي هتعمل من خلاله ريستارت للراوتر وبعد كده تخش عن طريق الباس بريك بوتن تخش عن طريقه على الراوتر، تمام. طيب ولكن الجي ان اس 3 بيدينا حاجه قريبه من كده، طيب دلوقتي انا عندي الراوتر واحد وعندي البي سي ده. لو انا دلوقتي قلت له مثلا تيل نت على 192.168.10.1 هيطلب مني الباسورد. طب انا دلوقتي ما اعرفش الباسورد، كتبت له مثلا اي حاجه استنفذت كل المحاولات بتاعتك، تمام. طيب لو جينا على الراوتر دبل كليك عليه ونختار R1 ونروح على الادفانسد، هنلاقي هنا في حاجه اسمها الكونفريج اللي هي الكونفيجريشن ريجستر. الكونفيجريشن ريجستر اللي هي القيمه اللي بتقول للراوتر لما بيجي يعمل ستارت اب يروح يجيب الاي او اس منين ويروح يجيب الستارت اب كونفيجريشن فايل منين، تمام. هي الرقم الموجود عندنا ده اللي هو 2102 او 0 او 102 على طول. طبعا 0 اكس دي معناها ان الرقم ده بالهكسا ديسمال، مش رقم ديسمال عادي، تمام، معناها ان الرقم ده هكسا ديسمال. فالديفولت القيم الديفولت اللي هي يا اما يبقى 2102 او يبقى 0 اكس 102، دي الارقام الديفولت لو انت مش عارف الكونفيج ريجستر او لو انت ما قدرتش تخش على الرومون وتعرف الكونفيج ريجستر عن طريق الشو فيرجن. طبعا بتعرفها عن طريق الايه اليوزر مود، بتخش تكتب شو فيرجن يقول لك الكونفيج ريجستر بتاعك عامل ازاي، تمام. ازاي مثلا لو احنا هنا قلنا له كانت الباسورد بتاعتنا، لو قلنا له مثلا هنا شو فيرجن، تمام، هنلاقي يا جماعة ان الكونفيج ريجستر بتاعنا 21.4.2. طبعا القيم دي بتختلف حسب نوع
الراوتر وحسب الكونفيجريشن اللي عليه يروح يجيب الستارت اب كونفيجريشن فايل منين وكده. تمام، وفي برنامج بسيط كده ان شاء الله ممكن احطه لكم مع الفيديو بيوضح لنا القيم دي واختلافاتها. تمام، اللي هو البرنامج ده يا جماعه كونفيج ريجستر كالكوليتور. تمام، هنا بتكتب له القيمة اللي انت عايزها، هنا طبعا بتحدد انت عايزه يعمل ايه. هنا هيبوت من الديفولت فلاش، تمام، اللي هي القيمة الديفولت اللي احنا قلنا عليها. هيعمل بريك ديسيبلد، تمام، وطبعا دي الاوبشنز بقى اللي انت ايه عايزه يعملها في الكونفيج ريجستر، وعلى اساس كده هو بيحسب القيمة دي هنا. تمام، طيب لو انا دلوقتي عايز الراوتر اول لما يبدأ يتجاهل الستارت اب كونفيج فايل، عايزه يتجاهله تماما. ليه؟ لان هو اول لما اما يبدأ هيروح على الستارت اب كونفيج، والستارت اب كونفيج على الباسورد وانا مش عارف الباسورد. تمام، فبالتالي هيروح يقول له اديني الباسورد عشان تقدر تلوج ان، يقول لك اديني الباسورد عشان تقدر تلوج ان على الراوتر. تمام، طيب احنا مش عارفين الباسورد، نعمل ايه؟ نقوم مغيرين القيمه بتاعت الكونفيج ريجستر دي او الكونفيجريشن ريجستر عشان يتجاهل خالص الستارت اب كونفيج فايل اما بيجي يعمل بوت اب. تمام، فالقيمه اللي بتخليه يتجاهل الستارت اب كونفيج فايل اللي هي 21.04 21.42 21.42 مثلا. هنا لو كتبنا 21.42 قلنا له كالكوليت، هيقول لنا ايه؟ اهو هيقول لنا causes system software to ignore nvram contents، مش هيخش خالص على nvram، وبالتالي مش هيعمل كوبي للكونفيجريشن فايل من ال nvram الى الرام، لان الراوتر اول لما بيقوم بيعمل كوبي لل iOS من الفلاش الى الرام، وبيعمل كوبي لل ستارت اب كونفيجريشن فايل من الانفرام الى الرام. تمام، طبعا الرام اللي هي فولاتايل ميموري، انما الانفرام اللي هي تبقى ايه نون فولاتايل ميموري. تمام، طيب وعلى كده طبعا البرنامج ده ان شاء الله هنزله لكم مع الشرح. وعلى كده لو خدنا القيمه دي مثلا كده كوبي ورجعنا تاني للكونفيجريشن بتاع الراوتر بتاعنا وكتبنا له القيمة دي كده قلنا له بيست. تمام، معنى كده ان انت ايه تتجاهل الستارت اب كونفيج وانت بتعمل بوت اب. تمام، طيب لو قلنا له دلوقتي ابلاي وقلنا له اوكي ورحنا نعمل ريلود للراوتر بتاعنا، بعد ما عملنا ريلود لو حاولنا نفتح الكونسول تاني، تمام، لقيناه دلوقتي دخلنا على السيت اب مود، بيقول لي عايز تخش على الانيشال كونفيجريشن الويزرد ولا لا؟ طبعا هنقول له نو انتر. نقول له انيبل، نقول له شورن. تمام، طبعا هنلاقي ان الران فاضي ما فيهوش اي حاجه. لو قلنا له دلوقتي كوبي ستارت اب كونفيج اللي هو الملف الستارت اب كونفيج اللي قلنا له تجاهله لما تيجي تعمل ستارت اب، قلنا له دلوقتي اعمل له كوبي، اعمل الستارت اب كونفيج ده اعمل له كوبي للرانينج كونفيج، يعني انسخه من الستارت اب للرانينج كونفيج. تمام، هيقول لي عايز تنسخه للرانينج كونفيج، اقول له اه كونفيرم يس. تمام، قال لي ان الملف كان حجمه 644 بايت ما كملش كيلو، طبعا كوبيد في اقل من ثانيه في نص ثانيه. تمام، طيب لو قلنا دلوقتي تاني شو رن هنلاقي طبعا ان ايه السكريت موجود اهو، ومعمول له طبعا انكريبشن بالام دي 5.
طبعا الباسورد اللي كانت معموله على الكونسول طبعا معمول لها انكريبشن بالتايب 5 التايب 7، وده طبعا ويك انكريبشن اضعف من التايب 5 تمام وهكذا. طبعا انا دلوقتي بقى اقدر ان شاء الله اغير باسوردات، يعني مثلا نقول له كونف تي، نقول له الباسورد السكريت بقى مش الباسورد لان كانت على البريفليج اكزيك مود كان سكريت، نقول له السكريت بتاعك انيبل سكريت، السكريت بتاعك خليه مثلا كلاس، نقول له لاين كونسول صفر، نقول له الباسورد بتاعتك خليها سيسكو تمام، خلي الباسورد بتاعتك ايه سيسكو. لو قلنا له دلوقتي اند ونقول له كوبي رانينج في الستارت اب، نقول له انتر نسخ الحمد لله. طب لو قلنا له شو ران طبعا زي ما هي السيكريت، ليه؟ لان احنا اساسا هي اساسا سيكريت، فهي هي ام دي 5 طبعا. الكونسول برضو لسه اتعمل له برضو انكريبشن، ليه؟ لان احنا عاملين الامر سيرفيس باسورد انكريبشن تمام. طيب لو حاولنا دلوقتي نقول له اكزيت، وبعد كده نروح على الراوتر ونفتح الكونفيجريشن ونغير الكونفيج ريجستر، نرجعه للقيمة الأساسية بتاعته اللي هي كانت 21.02، اللي هي القيمة دي اللي هي بتقول له أما تيجي تعمل ستارت أب خش على الانفرام وهات منها الستارت أب كونفيج واعمل له كوبي في الرام تمام. يعني بتقول له لما تيجي تعمل ستارت أب استخدم الستارت أب كونفيجريشن فايل موجود في الانفرام تمام. لو قلنا له دلوقتي ابلاي قلنا له اوكي، و رحنا نعمل ريلود للراوتر بتاعنا، طبعا نفتح الكونسول بعد ما عملنا الريلود، طبعا قال لي هات الباسورد بتاعتك تمام. الباسورد طبعا احنا غيرناها كانت سيسكو نيبل كلاس، بقينا الحمد لله في الايه في البريفج اكزيك مود. ودي كانت حلقه سريعه جدا عن طريقه الباسورد ريكفري في الجي ان اس 3، هي يعني بتغطي 75% من الواقع، وال 25% الباقيين بتوع الرومون اللي طبعا ما نقدرش نعملها سيميوليشن دلوقتي على جي ان اس 3، ولكن ادعو الله عز وجل ان في الفيرجنز الجايه ان شاء الله من جي ان اس 3 نقدر نعملها ان شاء الله سيميوليشن. أسأل الله عز وجل أن ينفعكم بهذه الحلقة وأن يجعلها نافعة لكم وللمسلمين أجمعين، ولا تنسوني من صالح الدعاء والمسلمين أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على المصطفى وآله وصحبه وإخوانه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.